يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة مع هذا القوم، مع هذا القوم اخوتي راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. قمية الحقد وقمية الشر اللي في هاد الناس، انا معمرني ما شفتها، معمرني ما شفت اخبث من هاد الناس اللي كيأدي خوم المسلم، خوك الدرويش، خوك مغربي بحالك بحاله وكتأديه. راه ما يمكنش، راه هاد الناس راه مشاو بزاف. كان يحسب لي الناس البرجوازية اللي ما كيحسوش بالفقراء، ساعات قلبات الآية، ولا الفقير ما كيحسش بخو الفقير، ولا المنكر على الجد. انا اخوتي هذا الفيديو ضرني بزاف من تفرجت فيه، وكنتمنى من المشاهدين ديالي الاعزاء اي واحد تفرج في هذا الفيديو الله يرحم لكم الوالدين، والله يرحم اللي عزيز عليكم، واللي مريض الله يشافيه، واللي باغا الذريه الصالحه الله يعطيها لها. خليوا لي الاراء ديالكم في هذا الفيديو المشاهدين. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه لنتم ولا الناس العزاز عليكم. الميمات ديالي، الخوت ديالي، خواتاتي، خليوا لي الاراء ديالكم في هذا الموضوع. غندوز للموضوع ديال اليوم. كما كتعرفوا المشاهدين، العيد هذا العام غالي بزاف باعتراف الجميع، غالي بزاف. الناس اللي عندهم فلوس كيقول لك جانا العيد غالي. حسب لك الدرويش مسكين اللي ما عندوش، اللي كيشد 3000 درهم 2500 في الشهر، عنده الكرا، عنده الوليدات. واغلبيه الناس شوف راه كاين الناس اللي ما معيدينش هذا العام، كاين الناس بزاف ما معيدينش هذا العام. ساكن الله يكون في العون، كل واحد الظروف ديالو الله يكون في العون. انا كان كيحسب لي واحد القضيه، كنت نقول ان كيقول لك المثال الكرش شبعانه ما كتحسش بالكرش جيعانه. انا كنت كنقول ان البرجوازيه والناس اللي عندهم فلوس هما اللي ما كيحسوش بالفقراء. ساعه كنت غلط، العكس، الفقير هو اللي ما كيحسش بخوه. فرجت واحد الفيديو ديال الهرنونيه، واحد الفيديو ديال الهرنونيه، تصوروا يلاه ما كاينش بزاف خرجت كتبكي عليكم وانا محتاجه الفلوس وانا ما عنديش وانا هادي. اليوم شنو دايره؟ وهذا الشيء اللي هضرت معكم يلاه في واحد الفيديو، والبارح واقيلا كنتكم عافاكم هاد العام بلا ما تصوروا الاضاحي ديال العيد ديالكم، بلا ما تصوروا المائده ديال الفطور ديالكم اللي تكونوا كتفطروا شي حاجه. راه الناس راه مساكن، راه ما معيدينش، راه عندهم وليداتهم، راه حشومه وعيب وعار. قلنا نتفاداو هاد العام التصوير باش نحسوا بخوتنا، راه خوتنا هذوك ماشي برانيين علينا. نتي اليوم الهرنونيه شنو دايره؟ دايره واحد الفيديو قالت لك ذبح عجل، عجل وانا موالفه كنعيد بالعجل، عجل وغدا غدبح الحولي، عوض باش داك العجل صرفي دوك الفلوس ديالو على الاقل عيد ديال واحد ربعه العائلات ولا خمسه. عجل راه حنا عارفين شو الحاولي وشحال داير، حسب لك العجل بشحال واخده، ولو يكون مصيفط لك الناس باش تاخذ هذا العجل، نفرقوا حوليات ونعيد لواحد الاسر واحد ربعه العائلات ولا خمسه، ندي الاجر مع الله ونفرح دوك العائله ودوك الوليدات الناس اللي محتاجين. لا هي قالت لك تصوروا باش تعرفوا الانسان كيطغى وكيتجبر واللي كابر في الجوع، هذه هي النتيجه ديالو. والمتابعين ديولا الا بقيتو كتفرجوا فيها ما قاطعتوهاش، راه ما عندكمش النفس وكتساهموا في النشر ديال هذا الشيء. ما بقاوش فيكم خوتكم اللي ما معيدينش مساكن. واليوم قالت لك اليوم عرفه، يا عرفه داس عندنا البارح، حنا كنعرفوا بعرفه وحده اللي هي البارح يوم الثلاثاء كانت عرفه. قالت لك هي اليوم عرفه عندهم وشي طقوس كدير، هذوك الطقوس انا عمرني مش بحال هذوك الطقوس. شاد العجل لبسه واحد ليزار مطروز، كترش عليه الملح، كترش عليه السكر مع الدراس مالي راسو داكشي ديالها، راك عارف هي كانت دارت شي ايامات كانت دارت واحد الطقوس ديال الشعواذ، راه عقلتو عليها، كانت جابت الجدبه ولا ما شنو دارت. داك العجل دايره ليه واحد الباندا على راسو صفرا مع تقول ضاربه هميره، والسيده غادا وكتذبح بلا حشمه بلا حياه. انا ضربت نفسي الشانة، انا حنا معيد الحمد لله، وبقى فيا الحال ماشي على نفسي، على خوتي، على خوتي اللي ما معيدينش. كنشوف الناس في المنابر كيطلعوا كيبكيو، ومشينا للرحبه ديال السوق، ما مشيت تما كنشوف الناس كيفاش كيزوقوا في مول الحولي. عافاك وليدي راه عندي لي تما خلي بها الثمن، والله ما تقدروا تصبروا، والله لا حبستوا دموعكم المشاهدين. كنشوف داك المنظر السوق كيفاش كان، المراه جايبه وليداتها تربيه وكتقول الكساب عافاك خلي راه هذه اللي عندي، حتى كيكملوا ليها الناس. ما كتحسوش بهاد الناس. نوض انا نصور ملي بغيتي تذبحي عجل، بغيتي نضحك ان شاء الله يا ربي تنتقم منها، يا ربي تنتقم منها. ملي بغيتي تذبحي نذبحو، ما نصورش، لا داعي للتصوير. احترمي، حشمي شويه، راك مرا كبيره، اشحال ديال الذنوب ديتي، شحال ديال اليتامى غادا تبكي في داك الفيديو. كي غيقولوا الوليدات ملي غيشوفوا بنتي ذابحه عجل، وبام كيقول لهم انا ما عنديش ما معيدش ليكم، كي غيكون الظروف ديالهم وكيف الاحراج اللي غتحرجي دوك العائلات. وانا عارفك، شوفي انا عارفك كتقول لك هذه غنذبحو غنصدق، والله لا صدقتي منو انت ريال، حيت جيعانه وسعايا اللي مبلي بالسعايا هي هذه التريكه كي دايره. عمري مشيت بحال التريكه الناقصه اخوتي، مراه كبيره يا عباد الله. قالت لك المراه البدويه بزاف عليك، حنا كنعرفوا الناس ديال الباديه الكرام،
والجهود وكيتعاونوا، كانت شي جنازه كيتعاونوا، كانت شي عرس كيتعاونوا. في العرس انا كنعرف العرس في العروبيه والناس ديال الباديه راه عارفين القضيه. الا كان غير شي عرس صوروا البراد كيدوروا يجمعوا البراد من عند الدوار، الطوابل كيتجمعوا والحصاير كيتجمعوا، الناس كتكمل بعضياتها التضامن. هذا الشيء اللي ما بقاش عندنا في هذا العصر هذا، الله يستر. ولا كل شيء راسي يا راسي، انا يا انا، ولا بنادم اناني بزاف. اشنو فيها انت كتدخلي زباب ديال الفلوس؟ علاش غادي نشري عجلانه؟ بارك عليا غير حاولي، حاولي غير غنمشي وراجلك وبنياتك. الا ذبحت حاولي بارك عليا، وغدا قالت غنذبح حاولي، واليوم ذبح عجل تبارك الله. حال هذا ماشي حسد، والله ما حسد اخوتي حتى ولا شي حاجه، بقى في الحال على الناس اللي كيتفرجوا فيها. خبارك راه انت راه متبعينك ناس مذاكره، لا حول ولا قوه الا بالله. غتقولوا لي الكونيكسي ما الكونيكسي، الكونيكسي دابا راه رخيصه الكونيكسي، ولكن العيد سيرتو هذا العام بالضبط اللي كلشي كيهضر على غلاء اسعار والعيد. كتلقى حول غير حوليه صغيره ديال 2000 1500 35 الف ريال 1700 درهم 1800 غير حوليه. انا مشيت للسوق وشفت كلشي على عينيا، وتنوضي انت بلا حشمه بلا حياه وراجلك وداك الطقوس شي ربي ما يخرجش لك هادشي اللي درتي طريفه، والله ما غتخرج لك طريفه. هاد العيد ان شاء الله بغيت نضيع لكم السريس راه كلكم، بغيت لك ما عرفت شنو، ما عمري ما حقدت على شي واحد. شي هاد البدويه انا كنت حاقد عليه واحد شويه ما نكذبش عليكم، ما كانش عاجبني التصرفات ديالها، ولكن اليوم كرهتك، كرهت واحد الكره الشديد اليوم هاد السيده بالطغيان ديالها وبالتجبر ديالها. كنقول شوف دابا هاد الناس اللي كيخرجوا كيسعاو عاونونا ودعمونا كيفاش كيتسيفوا على المشاهدين ديالهم، وشي وحدين عندها في التعاليق لا حول ولا قوه الا بالله باش ينهيوا ويقول انا على الشيطان حشومه حشومه ويعيبوا عارف اللي تكمشي. ماشي غاول البارح كتبكي، غاول البارح ماشي بزاف كتبكي انا ما عنديش عاونوني حتى فرشناك، ما عليهم عندنا مشكل راه كاين عند ولد خو ولد اختك نسيبك ولد اختك ولا داير شي مشكل. ملي خرجنا فرشناك سيدي صافي تسيفت صافي، ولا عندك دابا فلوس العجل بانو. انا كنعرف اللي ما عندوش كيذبح حولي على قد الحال وصافي، كيأدي ديك السنه ديالو صافي، يفرح الوليدات والله يجعل البركه. لا داعي والناس الناس اللي لاباس عليهم شتي، راه كان واحد العام جيعان، كان واحد العام جيعان المتخلف اللي جيعان في عقلهم، ماشي جيعان في جيبهم، اللي جيعان في عقلهم. راه كاين الفقر ديال الجيب وكاين الفقر ديال العقل، وما كاينش عدم وكاين ما كاينش القناعه. كتلقى الناس دابا اللي لاباس عليهم، الناس اللي لاباس عليهم، الناس اللي بورجوازي كيدبحوا حولي عادي بحالنا بحالهم، كيدبحوا حتى حولي عادي، ما كيدبحوا لا عجل لا بقره لا جمل. والفقراء اللي فقراء في دماغهم واللي مكلخ اللي جاهل بحال هاد الماركه هادي، لا كيبغيو يتعلقوا فين يتفلقوا ندير انا هادي، وما يحسوش بخوم الدرويش. والله الا نكذب عليكم انا كنت عارف ان كنقول ان الفقير كيحس بخو الفقير، ان حتى هو مدوز المعاناه، حتى هو كاين العيد اللي كيجي العيد كيلقاه مزير، كتجي شي مناسبه دخول مدرسي كيلقاه مزير، كاملين دوزنا الفقر وكامل الحمد لله باقا تحت رحمه الله، ولكن ماشي لهالدرجه. انا ما تعطينيش خاطري، انا البارح مشيت للرحبه ديال الحواله ما قدرتش نصور فيديو، بامكاني نمشي تما وندير لكم اثمنه ونصور فيديوهات مع الناس، ولكن كنقول لا راه متبعني ناس مساكره غيشوفوا داكشي راه عيب. فانا ضد الماكله تصور وداكشي تبارطاجا، شي الماكله في الفطور ولا في رمضان، انا في رمضان كانوا كيعرضوا عليا الناس والله ما نقدرش نصور فيديوهات ديال الماكله، نقول لا حشوم راه الناس متبعني، راه كل واحد وظروفه، كل واحد وظروفه. ايوا شوفي عواشر هذه ما غتخرجش لك سالمه. وتحياتي لكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى الله يرحم لك الوالدين يخلوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، ضروري من الاراء ديالكم باش نشوفوا واش انا على صواب ولا راه انا اللي انا قلبي بحال هكا ولا الله اعلم. تحياتي لكم المشاهدين الاعزاء.